يا صباح الخير وصباح الحب وصباح الأمل بالله. شلونكم حبيبات قلبي؟ إن شاء الله تكونون كلكم بخير وصحة وعافية. وانتو تشاهدون فيديو اليوم، حبيت أصبح عليكم وأنزل لكم فيديو. إن شاء الله هذا الفيديو إنه رضاكم واستحسانكم، وإن شاء الله تحبوه. وأتمنى من عندكم تخلوا لي اللايك من إيديكم الحلوة، وأكون جدا ممنونة من عندكم حبايب قلبي. وأني كلش هواي أشكر البنات اللي دعوا الأولادي ودعالي ولهم بالمثل، ورب العالمين إن شاء الله يحفظهم ويسعدهم ويعطيهم الصحة والعافية، ويحفظ أولادكم جميعا يا ربي، ويحفظ البنوتات اللي علقلني تعليقات كانها العافية. ما أعرف شلون يعني أجازيكم، شلون كلام يعني أقول لكم، صدقوني صديقاتي وخواتي وسندي عائلتي الثانية، ربي يحفظكم ويسعدكم لا يحرمني من عندكم. وبداية الفيديو حبيباتي أقولكم صلوا لنا على النبي وزيدونا النبي صلاة، وخلونا ننطلق. هنا مثل ما شفتوا سويت هذا الريوق البسيط، هنا عندي كان همبرجر اللي أنا سويته قبل فترة، هم موجودة طريقتها يعني بالقناة. طلعت كم قطعة وهيجي حمستها وقطعتها مثل ما شفتوا بالخاشوقة أو بالملعقة، ومن بعدها ضفت عليها البيض وطلع هيج شكل كلش طيب. كان سهمكم ألف عافية حبيباتي. أكيد من بعدها أبو علاوي كان جايب لنا رقيق، قلت خلي أفتحها على حظ المتابعين، وطلعت شنو حلوة عسل كانها شكر. شنو هاي حلوة عسل كانها شكر؟ لا كانت كلش طيبة. كانت عسل مثل دمكم العسل حبيباتي. مثل ما تشوفون هنا حبيت انه اشارك وياكم يومي، يعني طبخاتي، الفواكه اللي جبناها، شغلات بسيطة. المهم ما اقطع بيكم، انتو عائلتي الثانية، وتعودت انه اشارك وياكم يومي. وسويت المقلوبة للغداء وشاركت وياكم حبيبات قلبي. خلونا نسمع كلام السيد الذهب ومن بعدها ارجع وياكم. لطالما سألت نفسك هذا السؤال، أني شبية؟ ليش الأمور ما تجي وياي مثل ما أريدها؟ مرات أنتوا تخططون صح، تفعلون صح، بس النتائج تكون نيجاتيف، مو إيجابية. معناها مو أنت فاشل، لا، معناها انه انت قدمت اللي عليك، اللي قدرت له قدمته، لكن احيانا مو كل شريد ينطينا اياه القدر. ليس من تمام الدنيا، عفوا، ليس من شأن الدنيا تمام الحظوظ. صح كلامك سيدنا، ليس من شأن الدنيا تمام الحظوظ، لذلك علينا أن نحمد الله ونشكر فضله في كل مثوى وكل مكان. فالحمد لله دائما وأبدا. ورداتي مثل ما تشوفون هنا، يعني مثل ما شفتوا شلون يعني محضر أنا أكيد شغلات المقلوبة، وحبيت انه اشاركه وياكم، لانه اني احس المقلوبة مثل الكيك لما اجي ازينه، نفس الطريقة، هم نفس الشيء، هم بيها حشوات وطبقات. واكيد حبيباتي بعد ما خليت كل الشغلات، البوتيتا والبيتمجان والبصل والفلفل والطماطم بدنهن، رصيته بهيج طريقة وقلبته وطلع بهيج منظر حلو يخبل يجنن. حبيبات قلبي اعطوني رأيكم بالتعليقات، شنو رأيكم بالمقلوبة مالتنا؟ وحبيت انه اضيف له اضافة حلوة، انه اخلي له لون الاحمر او الازبري على يعني التمن، وطلع بهيجي شكل حلو بهيجي منظر.
وسهامكم مليون ألف عافية. أكيد الطعم كان شيء خرافي رهيب. سهامكم العافية حبيبات قلبي. وأكيد هذا كان غدانا علينا بالعافية وعلى عيونكم. مليون ألف عافية حبيبات قلبي. وأكيد أنا مثل ما قلت لكم حبيت أنه يعني أصور لكم فقط الوجبات، لأنه صدقوني هالأيام شوية مشغولة ومخبوصة كلش هواي، مثل ما تعرفون يعني أولادي مرضى وكذا، فما أقدر يعني 24 ساعة أصور على القيد. وإن شاء الله بخير وسلام. هم عندي روحة للسوق، وأكيد إن شاء الله بعد يعني ما بقى شيء للعيد، إن شاء الله نشتري شغلات يعني للعيد، ملابس مال بيت، وإن شاء الله راح أجيب ملابسي من الخياطة على العيد اللي رويت لكم إياهن. الأقمشة إن شاء الله راح تشوفوهن من يكملن، وبعد وإن شاء الله راح نسوي كليشة العيد وياكم. بس ادعوا لي أنه أطيب، لأنه شوية لا أحس أنه أني مالي خلق. بوجهكم العافية حبيبات قلبي، وأتمنى من عندكم تدعوا لي، وأني همنا أدعي لكم بالصحة والعافية والرزق والراحة البال. كتبوا لي بالتعليقات حبيباتي اشتريتوا ملابس للعيد لو لا. أني إن شاء الله أكيد تعرفون ذاك العيد من نشرت أخذت يعني ملابس للطلعة والبيت. أكيد ملابس الطلعة إحنا مو هالقد يعني يطلعون أولادي، فأخذت يعني لبسين لهم. إن شاء الله هالعيد بس أشتري لهم يعني ملابس العرفات، خلينا نقول الملابس يعني مات البيت مع العرفات. احنا اكيد مثل ما تعرفون لازم نلبس شيء جديد على العيد. وكتبوا لي بالتعليقات حبيبات قلبي اشتريتوا بعدكم ملابس مال العيد. ومثل ما تشوفون هنا انا سويت لهم للعشاء سباكيتي، ما خليت بي معجون يعني مثل طريقة الاندومي، ضفت له كان عندي بهارات الاندومي مغلفين وعرف ثلاثة والله ما ادري جيت كان. المهم خليته بمي وخليته على النار من بعد ما اكيد يعني سلكت السباكيتي وصفيته وغسلته كل زين حتى لا يبقى بي هذا مثل النشي يصير انه يصير كلش ثقيل. ومن بعدها خليته قدامهم بهيج طريقة، وهذا كان عشاهم. وسهمكم العافية حبيباتي وورداتي. هنا أنا طبعا أنا راح أظهر بعض من التعليقات الحلوة اللي مثل ما يتابعوني ويكتبوا لي تعليقاتهم الحلوة، أكيد أنا هم لازم أظهر تعليقاتهم وأشكرهم من كل قلبي حبيباتي. ونبدأ وياكم بالتعليقات الحلوة، خلني أشوفها سوا. وحبيبات قلبي أتمنى من عندكم اللي تشوف قناتي أول مرة تشترك بيها وتفعل الجرس على الكل حتى يوصلها كل شيء جديد ينزل إن شاء الله. ولهنا أنا وصلت وياكم لنهاية الفيديو. أتمنى هذا الفيديو نال رضاكم واستحسانكم، وأتمنى ما مليتوا. ولهنا أنا أقول لكم مع ألف مليون سلامة. باي باي.